إنها نقطة ضعف، اعتبرها صديقة مو آلة بس كل شيء. أحلى لحظة أول ما طلعت الصوت، لأنه الناي لها زاوية معينة ما رح يطلع الصوت بسهولة، لازم نعزف يشيلها بطريقة معينة احترافية جدا، يعني مجرد تتحرك الناي سانتي رح يتغير كل شيء. فأنا أول ما طلعت الصوت كان بالنسبة لي إنجاز، الناي هي مرجعي الأول والأخير صراحة في أي شعور كنت فيه، عكس الآلات الثانية. الناي تفهم، تترجم كل مشاعري، لأنه الناي آلة روح. ليش؟ لأنه الناي مصنوع من قصب، والقصب هذا في يوم من الأيام كان يعني روح، كان نبات، كان كائن حي. فسبحان الله، يعني كأنه روح تخاطب روح. وللآن أنا لسه يعني متدربة، لكن الحمد لله وصلت لمستوى أنا فخورة فيه صراحة. طموح صراحة أني أكمل مسيرتي في الناي لين أوصل بإذن الله يعني شهادة الماجستير أو الدكتورة. أنا فزت بالمركز الثاني طبعا في مسابقة المهارات الثقافية، صراحة تجربة كانت جميلة جدا. ويعني أول ما شاركت يعني صراحة ما كنت أتوقع، وبعدها الحمد لله يعني ربي كتب لي الفوز وفزت بالمركز الثاني. شرف لي صراحة، وأتمنى يعني أني أنضم للأوركسترا الوطنية. عندي رسالة لآلتي، آلة الناي، أحب أقول لها يعني شكراً على تواجدها في حياتي، يعني من جد أضافت لحياتي شيء كبير، لدرجة لما أكون مثلاً مضغوطة من يعني أي شيء، مدرسة، أي شيء، أي حاجة، ما عندي طاقة، أول ما أمسك الناي بس مسك بدون ما أعزف بدون شيء، بس كذا كل ما أسكتها في يدي تجيني طاقة إيجابية. هذا غير لما أعزف طبعا، فشكراً لها أنها موجودة في حياتي، وبإذن الله راح أوصلك يعني المراتب العليا بإذن الله زي ما وصلتيني.